الأخ محمد يوسف الفردان هذا ثاني ترشح لك للمجلس التشريعي بعد انتخابات 2018. ما الأسباب التي شجعتك لترشح مرة أخرى؟ الأسباب أن في القدرة على إيصال يعني مواضيع مهمة إلى الحكومة، وأنا لأن كاتب بشكل يومي على الانستغرام ووصلها عن طريق برنامج تواصل، فأشوف في تجاوب كثير من الحكومة على هاي التساؤلات وهاي المقترحات، والحمد لله هذا اللي يخلي الواحد ممكن يتشجع على أساس يترشح إلى الانتخابات النيابية. وكلمات يعني جلالة الملك حفظه الله بأن ما في شيء في الدستور ما يتعدل، وهذه كلمات تخلي الواحد فعلا يكون جاد إلى أنه يترشح أساس يطمح للتغيير الموجود.